بعد الانتهاء من مرحلة تطهير الحدود الجزائرية من ألغام المستعمر الفرنسي والتي تكلف عملية نزعها $1000 للغم الواحد، قوات الجيش الوطني الشعبي تمر إلى مرحلة تطهير التراب الوطني من الألغام التي زرعتها العناصر الإرهابية. وبعد استكمال هذه العملية التي نعتبرها إنسانية وأمنية واقتصادية واجتماعية، قرر السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إعطاء هذه العملية حقها من الإعلام لتمكين الرأي العام الوطني والدولي عبر الأسرة الإعلامية من خلالكم لإعطاء هذه العملية حقها. إرهاب استعمل ماشي يعني لامين، هذه المصطنعة، استعمل العبوات هذيك المصطنعة تقليديا، وكان وغالبا ما دارها لي هو القصد تاع الرعب. معدل يقول باللي اللغم سعره يتراوح من بين 3 الى 5 دولار، يعني يستغرق $1000. هذه الحصيلة وصلت الى 8,854,000 و لغم 62,421 هكتار من الأراضي. نظرنا لهذا كل هذه الوثائق التي سلمت إلى الجزائر، يعني نقدر نقول لك 40 سنة من بعد جاءت أولا مؤخرة. هذا المخطط الذي هيكلته ونفذته عناصر الجيش الوطني الشعبي حصريا بدون أي مساعدات أجنبية خاصة من المسؤول الأول عن هذه الجريمة الدولة الفرنسية، انتهى بدون أي تضرر لأفراد الجيش سوى بعض الحالات التي حصدت أرواح المواطنين في مناطق متفرقة من الوطن. تكفلت الدولة الجزائرية بتعويض عائلاتهم في ظل تنصل الطرف الفرنسي من المسؤولية. بالنسبة للمرحلة الثانية، يعني مرحلة من اللي بدأت في نوفمبر 2004، ما حصل أي حاجة في أفراد الجيش الوطني الشعبي. بالنسبة للمدنيين فهم ناس براء، جا ماشي عابر ولا راح يفلح وما عنده حتى خبرة. الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال جعلته يتصدر الترتيب العالمي مرتين متتاليتين سنتي 2014 و2015.